Example 6 بعنوان Counting Techniques. How many five card hands have three aces and two kings? Each suit في one ace وبالتالي عندنا four aces, one king وبالتالي عندنا four kings. من الفور aces عايزين three, ومن الفور kings عايزين two, والإجمالي 5. وبالتالي من باقي الكروت عايزين 0, يعني عندنا 52 minus 8 يعني 46, هناخد منهم 0. NCR ب1, وبالتالي الحسبة هتفضل C43 C42. فاكتوريال 4 تقسيم فاكتوريال R which is 3 فاكتوريال N minus R 4 minus 3 times فاكتوريال N تقسيم فاكتوريال R فاكتوريال N minus R. فاكتوريال 4 نقول 4 times فاكتوريال 3 لأن في عندنا فاكتوريال 3 تحت, وهنا فاكتوريال 4 تتفك تبقى 4 times 3 times factorial 2, وعندنا factorial 2 تحت, ونفك factorial 2 2 في 1, نكنسل factorial 3 مع factorial 3, طبعا factorial 1 ب 1, factorial 2 مع factorial 2, 2 مع 4 ب 2, هيدينا 4 times 6 يعني 24. بالتالي 24 different ways نطلع 3 aces و 2 kings.